شباب السلام عليكم. اليوم احنا واقفين طريق خالص كركوب قطيع. هذا واحد من جماعة السيد العبادي ما فايز ويقول من يجي اول سباكم اكبر واحد اليوم ما خليكم تعبرون قاطع الشارع علينا يريد نروح ومقطوع الشارع صار له ساعة والكاميرات والدنيا والهاي السيارات والوادي قاطعين الشارع يقولون لو يفوزون لو ماكو لو يفوزون راح يبون حفارة يحرون الشارع. اي والله ما عاد اشوف جيش وشرطة ودنيا الشارع مقطوع ما اظن يخلون نتعدي ويقولوا لو يفوز هذا النائب لو الشارع ما يفتح. ابدا اسال سؤال انا يعني هذا النائب ايش قد يستفاد اذا كانت روحه هيك قطيع سبن حرهان والشميس وهذا واحد معقل بروحه قدام السيارات ما ادري ايش قد اسمه الطينه والله ما ادري اسمه الطينه يعني هذا البرلمان هل قد بيفايد العالم كانت روحه عليه؟ ارد اشوف انا يعني عجيب غريب يعني مكاتل الوادي ذاب حروحه يعني هذا شو تجاره؟ هذا فلوس وملاهي وسفر وسياحة وكل توقيع 20 شدة و 15 شدة شو ما نقطع الشارع عملي انا اقطع حتى الجزر الجزر بكبرة قطعة مو شارع قطعة جزر قطعة اذا ما يفوزوني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل على كل باطل وعلى كل مجرم وعلى كل حرامي ان شاء الله بجهله وبعائلته بجاه كل من عنده جاهد رب العالمين. اي والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع مشاهدينا الكرام نكمل الحديث طبعا عن الانتخابات في العراق وهذه المسرحية طبعا الهزيلة، وكذلك عن آخر التطورات التي يشهدها العراق بالنسبة للانتخابات. طبعا إجراء مفوضية الانتخابات تعديلات على النتائج الأولية بعد نشرها بساعات قليلة أثار جدلا واسعا بشأن خضوع المفوضية لضغوط وتهديدات من بعض القوى والميليشيات. بررت المفوضية إجراء التعديلات على نتائج الانتخابات بإضافة بعض نتائج العدوى الفرز اليدوي، الأمر الذي أحدث تغييرا في عدد المقاعد التي حصل عليها تحالفا الفتح والتقدم. أعلنت المفوضية أيضا أن عمليات إعادة العدوى الفرز اليدوي لمحطات الاقتراع التي حددت في عموم البلاد ستنتهي خلال أسبوع. بعد أن تحدثت مفوضية الانتخابات عن النتائج الأولية واستمعتم أكيد وتابعتم من الذي فاز ومن الذي حصل على مقاعد قليلة، رغم أن الإجماع العراقي والدولي أن هذه الانتخابات كانت تشهد مقاطعة عراقية واسعة جدا ولم تتجاوز نسبة المشاركة 15% بحسب المراقبين المحايدين، لكن مع هذا التزوير المعتاد في العراق جعل مفوضية الانتخابات تعلن أن النتيجة 43% من المشاركة، وطبعا لا يزالون طبعا ضمن عملية العدوى الفرز وأجلوا الإعلان النهائي لعشرين يوم تقريبا. مصادر سياسية في العراق قالت إن مفوضية الانتخابات تتعرض لضغوط كبيرة من قبل قوى سياسية موالية لإيران حققت أرقاما ضعيفة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. أوضحت المصادر أن اتهامات بالتزوير والتعاون مع مخطط خارجي واستهداف ميليشيا الحشد هي أبرز الاتهامات التي وجهت إلى عدد من أعضاء المفوضية، حيث اضطر كثير منهم لإغلاق هاتفه والبقاء داخل المنطقة الخضراء، ناس خايفة على حياتها من التهديدات. طبعا مصادر صحفية كشفت عن اجتماع ثاني من نوعه سيجرى في منزل رئيس الحكومة الأسبق نور المالكي مع قادة الميليشيات لبحث سبل الطعن بنتائج الانتخابات. احنا نطرح سؤال، التزوير الذي يقولون بأنه حصل في الانتخابات، طبعا العراقيون جميعا يعلمون أن هناك تزوير وفضيحة تزوير يعني موجودة في العمليات الانتخابية كلها، لكن عندما تتحدث الميليشيات التي تخالف القانون بتواجدها التي قامت بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الشعب العراقي ارتقى كثير منها إلى أن يصبح جرائم حرب،
التي زورت، التي ارتكبت جرائم فساد، التي سرقت المال العام، التي غيرت بالحقائق والمفاهيم في العراق، هل يحق لها أن تتحدث عن تزوير؟ ثم إن تحدثت عن تزوير، أين كانت ألسنتهم في انتخابات 2018 التي دخلوا بها إلى البرلمان في زمن عادل عبد المهدي؟ ألم تقم هذه الميليشيات بإحراق المخازن التي تواجدت فيها البطاقات الانتخابية ونتائج الاقتراع، الأوراق الانتخابية؟ ألم تقم بتغيير حقيقة الانتخابات ورفعت النسبة أيضا بمشاركة مفوضية الانتخابات آنذاك من 18% الحقيقية إلى 46%؟ ألم تعلن في وقتها مفوضية الانتخابات إلغاء أكثر من 1000 مركز انتخابي أو نتائج أكثر من 1000 مركز انتخابي داخل وخارج العراق؟ ألا تعد كل هذه الأمور عمليات تزوير؟ لماذا لم تتحدث الميليشيات في ذلك الوقت بنفس الطريقة وتصعد بنفس التصعيد؟ هل لأنها كسبت في تلك الفترة ما أرادته، واليوم لأنها لم تحقق ما أرادته بسبب المقاطعة الشعبية الآن يتحدثون عن عمليات تزوير؟ هل هذه الجهات الخارجة أصلا عن القانون يحق لها أن تتحدث بجزئيات قانونية وتقول بأنه جرى مخالفة القانون في تلك الفقرة أو هذه؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن تشاركوا للإجابة عليها. إذا كانت هذه الانتخابات مثل ما يقولون هي انتخابات عادلة شفافة نزيهة بإشراف دولي وأممي وغيرها من هذا الكلام، والذين أوصلوا هذه الانتخابات وجعلوها واحدة من أيقونات العالم بحسب ما يقولون، لماذا نرى اليوم ضغوط وتهديدات تتلقاها مفوضية الانتخابات لتغيير النتائج؟ وهي طبعا رضخت لهذه الضغوط وبالفعل بدأت عملية التغيير. هل هذا الموضوع يدل على نزاهة انتخابات؟ هل ضمن من ذهبوا للتصويت أن أصواتهم ذهبت لمن يستحقون في ظل هذه الفضائح التي نسمعها بعد أن تمت الانتخابات وجرت؟ وكل يوم نسمع عن مرشحة متوفية من عام ماضي تم التصويت لها وشاركت في الانتخابات وحصدت 2300 صوت، مرشحة مسيحية عن دائرة الرصافة في بغداد وغيرها من هذه الفضائح، من سرقت أصواتها، من نسبت جهة نسب لها عدد مقاعد هي أصلا خاسرة في الانتخابات وغيرها من هذه الأمور. معنا اتصال السيد مجيد من الموصل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك استاذي؟ صحتك. حياك الله، اهلا وسهلا. بارك فيك استاذي. اذا تحملني فرد دقيقه يرحم والديك. تفضل. صيغ اكو مثل يقول لك اكو كردي وعربي جيران، يعني اي فرد دي هذا عنده ديك مال دجاج اي يضل يصيح يعاي، بس يظل يصيح يعاي. قال والله هذا الديش مالك عائلتنا ما تتنام من نصيحة الديش مالك، ف الديش مالك تريد أسكي منك شوف شو تريد تخلصي من نصيحة الديش مالك. قال له أخوتي بشر باكر قد حديثي غداك في يمين. اي والله ثاني يوم هذا الجار العربي ذبح الديش والجار الكردي وتغدى الديش، وقال جاء الكردي على عائلته وقال له قال عائلته واليوم باتوا الديش خلصنا منه بعد ما يصيح. فرد جاء ثاني يوم اشو الديوكه مال الجيران ما تصيح. اي تقبل الكردي قال هذا مو هذا الديش اللي عندي كان كاسر عيون الديوكه هذه. قالي اشو كلها قامت تصيح. فهذا المثل على صدام حسين. طيب والله استاذي العراق انتخابات ولا تجيبني اذا ما رئيس جمهور برلماني يلقي رئيس جمهوريه جرام وحبي يعني مثل الحكومه القديمه ما البرلمان. شوف سيد مجيد، يعني باختصار اريد منك جواب على سؤالي لو سمحت. اليوم بدنا نشوف بعد ان انتهت هذه الانتخابات بدأت عملية الضغط على مفوضية الانتخابات لتغيير النتائج، لأنه الميليشيات خسرت وانفضحت أنه هي لا تملك لا قاعدة ولا شعبية ولا جماهيرية، وكل هذه
الإشاعات اللي صدعوا بها رؤوس العراقيين وإحنا الحشد وعددنا بالملايين، ما نزل واحد انتخبهم، وبالتزوير رفعوها للنتيجة سووها 14 مقعد. القصد من هذا الكلام أو 17، ليش اليوم هم يتحدثون عن تزوير وهم وجودهم بحد ذاته أصلا مخالفة قانونية؟ نعم استاذي، هي من اساس المخالفه القانونيه. هاي ميليشيات ايرانيه، هاي هي اللي جت وهي اللي صدق وهي اللي راحت وهي اللي جت. صدق بالله العظيم العراق ما مستوعب، واعتقد بالله العظيم، واني اقول لك واني راعي غنم ما عندي اي شهاده ولا عندي نعم لك والله العظيم العراق العظيم من قراتهم ما صرنا اي شهاده الجمهورية ويلقي هذا البرلمان ويلقي هاي الشغلات. نعم. طيب أشكر حضرتك سيد مجيد من الموصل، ويانا السيد أبو عراق من الفلوجة. تفضل يا أبو عراق. السلام عليكم أخوي العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول فقرة أهني الشعب العراقي على انتصاره، يعني هاي تعتبر هاي الدورة انتصار الشعب على الحكومة. نعم. مقاطعتهم هي تسوى الدنيا كليتها. نعم. لو يفجلون على نفسهم، خلي يطلعون هسه ايش قد الاصوات اللي راحت. نعم. والله احكي لك، انا من الفلوجة. اي. اقسم لك بالله قاموا يفرحون بالجوامع يتوسلون بالعالم توسل. صحيح. فهاي هذا الدليل بان الشعب صار عنده وعي. نعم. عرف هاي الدورات اللي سابقة كلهم حرامية نصابة سراق. فأحلى أحلى شغلة صارت بهاي، وخلي يزورون أمه. أنا أقول لك أكو تزوير، ليش؟ لأن الناخب ما أغنيت الناس، خاف عليك لك 40%. أنا أقول لك لا والله ما أكو 40%، والله يمكن إذا أريد أسوي إحصائية 10% راحوا، لولا راحوا أخذوا فلوس، ترى خاف عبالك. لا، وأكو سيد أبو عراق، خلي نكون أيضا واضحين، أكو عراقيين راحوا وشاركوا بالانتخابات عن قناعة، ما حد جبرهم. أكو عراقيين راحوا، بس أنا هسه أريد أسأل حضرتك وبلكي تجاوبني، وهي رسالة للعراقيين اللي ذهبوا للانتخاب حتى لو كانت نسبتهم قليلة، لكن هم يبقون أبناء هذا البلد وعنده قناعته وعنده تفكيره اللي خلاه يروح. شنو شعور هذا المواطن اللي راح مقتنع يشارك بالانتخابات ونضحك عليه؟ انه اليوم دنشوف انه الميليشيات نزلت ضغطت على مفوضية الانتخابات، فرأسا ارتفعت عدد المقاعد للميليشيات ولحزب نور المالكي ولحزب تحالف الفتح وغيره. معناها انه صوت المواطن العراقي هذا اللي راح انتخب ما راح للمكان اللي كان رايده، لانه بالضغط وبتأثير إيران وزيارة قاآني تتغير المعادلة حسب إرادتهم. هل الناس دولة ما راح يوعون، ما راح يفهمون بعد أنه الانتخابات هاي لعبة؟ أستاذ العزيز. نعم. ألو. وياك. يعني هو هذا اللي راح عبالك راح عنده قناعة؟ لا والله. هذا لو عنده قناعة ليش ما حسب حساب دماء المتظاهرين؟ أيه. ليش دولة مو أهم من البلد دولة اللي راحوا؟ نعم. ما حسب لهم حساب اللي راحوا بالناصرية اللي راحوا بالبصرة، ليش ما خلاهم حساب دولة؟ نعم. دولة ما لهم حق علينا، أنا كفرد عراقي حتى لو من البصرة. ليش هذا مو هم أخويا مو هم عراقي مثلي؟ نعم. ما حسبنا الحساب هذول راحوا. أنا عاني حسب رأيي. نعم. هذول حسالة المجتمع. هذول راحوا أجوا، ما قلت لك ولاهم للوطن، والله وعيد الوطن عليهم دولة. نعم. واني ولو قلت عليك شوية، إن شاء الله عملنا كبير بعد أكثر النوم بالعراقيين. الحكومة ما تأمل من عدها، هاي تروح للحكام الميليشيات، هاي كلها تنتهي. نعم. بس ان شاء الله عملنا بالعراقي، عملنا ان شاء الله بهدنا بالجنوب، ان شاء الله صحوه صارت عندهم، كليه صارت عندهم صحوه. نعم. سيد ابو عراق اشكر حضرتك للمشاركه ويانا. ليث من بغداد، تفضل يا ليث. السلام عليك. وعليكم السلام.
حياك الله. زيد مو ليث. ليث؟ زيد. زيد زيد. زيد زيد، حياك الله يا زيد والنعم منك، تفضل. شلونك يا ابو جاد؟ الله يحفظك، حياك. والله استاذ محمد يعني هاي النسب اللي هسه ظهرت كلها مخالفة لما راح الناخبين اللي انتخبنا ناس يعني اشتروا الاصوات بفلوس ومنتخبين. تتصور يعني ما جايب بلا صوت. اشتري صوت و2000 صوت و3000 صوت بفلوسه وما جايب بلا صوت. اذا هاي مزورة هاي الانتخابات. نعم. استاذ محمد كل ورقة اقتراع وياها جايبة الحكومة كل مواطن أربع أوراق. هم يختمون بكيفهم هاي الصناديق اللي انتخبوا هذول اللي راح شبرة تكرم بالزبالة وكل أوراق جت بهيرة بس ما هم يريدوها. نعم. وراح يجيك ما يخطر على البال والله. برأيك برأيك سيد زيد، سيد زيد برأيك ليش اليوم تحالف الفتح اللي يضم الميليشيات منتفض ويهدد والحشد يطالب منتسبي بالالتحاق بالمعسكرات ونزلوا للشوارع والضغط، وقيس الخزعلي يقول نتائج الانتخابات تمثل التفاف على أصوات ميليشيات الحشد؟ يعني هم ملوك التزوير وزوروا في الانتخابات الماضية وبشهادة الكل بما فيها الأمم المتحدة، اليوم يتحدثون انه هذه الانتخابات مزوره، اليوم يتكلمون عن التزوير لانه خسروا بها. تعرف ليش استاذ محمد انا اجي وياك؟ هاي جره اذن من قبل ايران. أي. لان شويه تمردت الميليشيات وقاموا ما يمشون بالقرارات اللي تاخذها ايران. ايران تد اللعب بالمنطقه، تدري ليش استاذ محمد؟ اي الله السعودية والبرنامج النوم مالته فشو خرجونا للساحة مقتدى الصدر. اي مقتدى الصدر راح هو يترعس الشاشة. اي هو راح يزعم علاقاته قوية ويا السعودية ويا الدول العربية مع رمز عربي او فشيفة هم كلهم يعني يعني انت برايك العرب. سيد زيد برايك انه هاي الانتخابات مزورة لكن نتيجة التزوير ذهبت الى صالح مقتدى الصدر؟ نعم نعم من قبل ايران استاذ. نعم. محمد. نعم. ايران راضي على هذا. نعم سيد زيد اشكر إيران حضرتك. ايران هي اللي راضي على هذا. وصلت الفكرة، شكرا جزيلا سيد زيد من بغداد. اذا ما حد يختلف، وطبعا هذا الحديث مو حديثنا ولا حديث السيد زيد، هذا حديث متداول سواء من الأمم المتحدة، من ممثلية الاتحاد الأوروبي، من مراقبين محايدين للانتخابات في العراق. النسب متدنية، نسبة المقاطعة مرتفعة جدا، من ذهبوا إلى التصويت بحسب المراقبين لا يمثلون سوى 15 أو أقل بالمئة من عدد المشاركين، وبحسب الميثاق الوطني العراقي سيد عبد القادر النايل تحدث سابقا وقال بأن هناك مصادر وصلوا لها في الميثاق الوطني العراقي بأنه هناك جهات داخل مفوضية الانتخابات لم تفصح عن اسمها نظرا لخصوصية وحرج الموضوع وسريته، كذلك يؤكدون أن ما ذهبت به مفوضية الانتخابات من نتائج تقول بأن نسبة المشاركة لم تتخطى حتى 14%، وهذا حديث طبعا من مصادر هي التي قالت هذا وهي تتحمل مسؤولية طبعا هذا التصريح، لكن المختصر أنه النسبة لم تتجاوز 15%. وحتى مع هذا التزوير المفضوح أيضا تتحدث هذه الميليشيات عن التزوير، وطبعا هناك ضغوطات كما قلنا. نبقى مع السؤال، كيف تتابعون هذه الضغوطات التي تمارسها الميليشيات على مفوضية الانتخابات لتغيير النتائج؟ وإذا حصل هذا الموضوع كيف تتابعون شكل المرحلة القادمة في ظل هذا الصراع أو الاختلاف الميليشياوي فيما بينهم من أجل استلام المناصب في العراق؟ السيد علاء من البصرة، تفضل يا علاء. تحياتي أخي جاسم للكادر، رب يحفظك إن شاء الله. حياك الله، أهلا وسهلا أخي جاسم. بالنسبة للانتخابات ما خرج أزيد من 30%، أكون ياك صريح. نعم. وبالنسبة للناس نادوا عليهم الحماية السنية والشيعية والكردية وما حد استجاب
لان يشوفون ماكو امل. 18 سنه سرقوا اموال الشعب ودمروا الشعب. الفصائل الولائيه ما خلت للعراقي اي شيء، لاجئين في دول الجوار وفي اوروبا وبالخارج. يعني ما اليوم العراقيين على حدود بيلاروسيا كاتلهم البرد كاتلهم الجوع، على حدود اليونان. هذول ما يمثلونا. العراقيين خرجوا 30%، قسم من عندهم تشرينيين وقسم عندهم جماعه العمايم والاحزاب، وقسم من عندهم يريدون يغيرون. كنا صريح هاي بالثلاثين الانتخابات اول مره بتاريخ المفوضيه في الاحزاب ان تكون نزيهه بصراحه، بس بعدين تغيرت النتائج ما نعرف. اكون صريح بس الامم المتحده. طيب نوقف عند نقطه سيد علاء. نعم. واحده مفوضيه الانتخابات اللي شكلوها الاحزاب واللي شكلتها حكومات فاسده واعضائها منتمين لهذه الاحزاب. طيب موضوع استقلاليتها وشفافيتها هذا الموضوع مشكوك به. ليش؟ لانه الامم المتحده تقول الانتخابات نسبه المشاركه في الانتخابات كانت مخيبه للامال، في حين مفوضيه الانتخابات تقول لا، اللي شاركوا اكثر من ثلث الناخبين وزورت بنسبه المشاركه الحقيقيه. اذا هي مو نزيهه من هاي الناحيه. ابو جاسم بصراحه اقول لك اياها، المفوضيه الاحزاب انا جاي اقول لك اياها بصراحه، مفوضيه الاحزاب كانت غير نزيهه، بس اليوم عليها رقابه دوليه، مؤتمر الاسلامي، الجامعه العربيه. طيب تدري ايش صار حضرتك سيد علاء بهاي النقطه؟ مفوضيه الانتخابات رفعت بتقريرها الى المفوضيه الاوروبيه اللي تراقب الانتخابات والامم المتحده، رفعت لهم تقرير قالت لهم نسبة المشاركة أكثر من 40%. مفوضية الاتحاد الأوروبي هي والأمم المتحدة باوعوا على التقرير قالوا لهم لا، هذا الكلام مستحيل نظرا لنسبة المشاركة، وطبوا وياهم بمشكلة. يعني حتى يريدون يكذبون على المراقبين. مفوضية الانتخابات كذبت على المراقبين في تقريرها. أي نزاهة هاي اللي عندها العاد؟ المراقبين الدوليين ويورو رايز وغيرها والامم المتحده جات تقارير مضبوطه 100%. الانتخابات ما تجاوزت. قلت لك انا انزلت للشارع وباوعت ابو جاسم، خلينا في ناس صريح شلون ناقوط الحب. يعني لو الشعب طلع، المشكله يا ابو جاسم هو ماكو بديل. لو اكو بديل يعني كان طلع الشعب. المشكله ماكو بديل. حتى ثوره تشرين لما ما رادت انتخابات مبكره طاوعت بعدين بالاخير ما لقت البديل. يعني انت تقصد بديل ضمن الانتخابات ضمن المشاركين يعني تقصد؟ نعم يجي بديل. احنا عملنا كان بخالد العبيدي بصراحه اقول لك اياها، وانا من الجنوب، بس خالد العبيدي طب ويا كتله وكتله عرفه فاسده. كان عملنا الفايق الشيخ علي قاعد بالكويت والناس قاتله جوا، فالناس أغلبية الناس ما لقت البديل. فاللي راحوا قسم راحوا يغيرون، وقسم راحوا هذول قطيع الغنم والجماعة الأحزاب، فهذول لا تعتب عليهم. وأنا سامعني طولت عليك وربي يحفظك. لا عادي ولا يهمك سيد علاء. أنا أشكر حضرتك سيد علاء من البصرة. أشكرك. بس الفكرة بالمرشحين اللي حضرتك ذكرتهم أو الشخصين اللي تفضلت بذكرهم، خالد العبيدي وزير الدفاع أسبق وطلع بفضيحة، ولولا كان كبش فداء كان ظل ساكت ويظل وياهم ضمن الفاسدين ومشت الأمور. والثاني فائق الشيخ علي قاعد يهتف بتويتر في حين هو جزء من العملية السياسية وارتضى أن يكون مع الفاسدين فترة طويلة. المختصر العراق ما يريد هؤلاء. العراقيين يريدون أنظف من هيك نماذج، يريدون شخص فعلا وطني، شخص يخشى على هذا العراق، وشخص لديه الوعي والإدراك والأسلوب ولديه العلاقات ولديه تاريخ مشرف حقيقة يسمح له أنه يكون متواجد لحكم العراق. مو مثل هذا فائق الشيخ علي يقول الأمريكان حطوا على دباباتهم ربلات حتى لا يكسرون شوارع بغداد أو الشوارع الخارجية، وكأنه الأمريكان كانوا جايين بالورود لاحتلال العراق، وهم الذين أوصلوا العراق إلى ما وصل إليه اليوم. أبو ياسين من ديالة تفضل حياك الله. أبو ياسين سلامين. حياك الله. نعم تفضل. حياك الله يا الدعم الغالي. الله يسلمك. يعني شرف عظيم 85% هم الوطنيين الحمد لله، و 15% هم الفاشلون. إذا طلعوا على قناعة مثل ما تفضلت البارحة الحديث مع أحمد من الفلوجة يروج الحلبوسي
ويقول سوالنا مجاري، المجاري أعظم لو البشر المغيب أعظم، لو السجون تخص بالنساء والأخيار أفضل، هو شنو يقدمك الحلبوسي؟ هذا مو أدمى مجاري ولا سبات ولا تربيل، هذا الكلام عيب، عشانكم أدلكم الله، لولا الكلب حيز ما طلعت الواو والسبل. نعم. محمد. لا لا مو ما شوف 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 سيد ابو ياسين، هاي الجزئيه انا بس ذكرتها للتوضيح، مو موضوعنا. انا اليوم اريد منك تعليق من حضرتك على موضوع تهديد الميليشيات بس خل اكمل. تهديد الميليشيات لمفوضيات الانتخابات لتغيير النتائج، لعد شنو فائده الانتخابات؟ خب كانوا قعدوا بيناتهم رتبوا الموضوع وخلص وزعوا الادوار. خالد العبادي وزير الدفاع والتفاح وقتال السنة، المحاورات الغربية تقتل بها الميليشيات، وزير الدفاع قادم صفحته ولسه ما يدري. خالد العبادي هسه عليه ادعى انه دافع مليونين دولار وزعتها هي مالته، هو بمكان ما يخدم اهل الموصل جرى شعب بغداد، وهذا الفشل مالته. جاوبني على سؤالي لو سمحت يا ابو ياسين. اجاوبك. مقتدى الصدر قبل اكثر من شهر قال رئاسه الوزراء قضية عقائدية، معناته فعلا تزويد الصالح مقتدى الصدر. شفنا عمداء اثنين تروج لمقتدى الصدر، شفنا جنود عسكريين اللي هو اساس درع الامه الحصين يلبسون المقتدى ومقتدى 100%. هذا طبعا تزويد، انا ما دافع لهم، اقول لكم الله ما قبل نقد، بس انا اعتب على الناس اللي تستقبون، يستقبون على شنو؟ كيف قاعد تستقبون على الناس قتله اللي قتلكم؟ اللي جرام؟ يعني انتم ما تفكرون بنفسكم، ما تفكرون بالعراق، ما تفكرون بالروح الوطنيه، شنو مقتدى؟ مقتدى هسه اصبحت 73 ما بعد ما عدد حلف وياه، هو هسه معناته مقتدى الصايه والصرمايه، زاد من شمس شرعيه، هو خطاب الاخير الختامي يقول السلاح المنفلت والميليشيات، هو هسه اولهم ابو السلاح المنفلت وابو الميليشيات، خلينا نشوف هسه مقتدى ايش راح يقدم، واذا اقول هسه كلامه تحديا شلون راح تتشكل الحكومة؟ يا رجل بيهم تشكل الحكومة جاء لقى قائمة ثمرة قدام الصورة، هذول دون مال إيران أدلكم الله، مو وجوه نفس الله أدلكم الله، نفس الجيوات هم هذول، ماكو أبيض النقد، كلنا سياسي، هذول فاشي، وهاي المفوضية كلها فاشة، وهاي المفوضية تابعة لله. شكرا يا أبو ياسين، شكرا جزيلا لحضرتك سيد أبو ياسين من ديالى، ويانا سعد من الموصل، تفضل يا سعد. السيد سعد من الموصل موجود؟ فقدنا الاتصال. فرحان من الموصل تفضل يا فرحان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فرحان. السيد فرحان عليكم. فرحان من الموصل تسمعني؟ شلونك؟ الله يحفظك. الحمد لله. تفضل. فرحان يبدو مدى يسمعني. أشكرك يا فرحان، عاود الاتصال مرة أخرى لو تكرمت. موقع ميدل إيست آي قال إن الأحزاب التي تمتلك ميليشيات مسلحة في العراق أعلنت رفضها الجماعي لنتائج الانتخابات ووصفوها بأنها ملفقة وهددوا بأعمال عنف ردا على ذلك. أضاف موقع ميدل إيست آي أن تحالف الفتح الذي يضم فصائل مصنفة على قوائم الإرهاب، هاي نقطة مهمة طبعا جدا، خسر أكثر من 25 مقعد وفقا للنتائج الأولية في إشارة سياسية واضحة على رفض وجودها. ونقل موقع ميدل إيست آي عن مصدر قوله أن الأحزاب الشيعية التي تكبدت خسائر كبيرة في الانتخابات عقدت اجتماعا في منزل المالكي لمناقشة كيفية الرد على ما اعتبروه انقلابا للصدر مدعوما بمؤامرة بريطانية أمريكية بحسب قولهم. هذا نفسه مقتدى الصدر اللي كانوا يقولون عنه قائد المقاومة، اليوم صار انقلب عليهم وفق مؤامرة أمريكية بريطانية. هذا الحال في العراق مشاهدينا الكرام. نحن ننتظر من حضراتكم تعليقات عن هذه التهديدات، هاي الانتخابات اللي صدعوا رؤوس الناس ان هي انتخابات نزيهة بإشراف دولي، شوفوا الضغط شلون دا يغير بنتائجها ومفوضية الانتخابات بالإشراف الدولي تزيف بالحقائق. فحتى بإشراف دولي في ظل وجود هؤلاء الفاسدين لن يكون هناك أي تغيير في الوضع في العراق، يعني في ظل وجود هذه المحاولات المستمرة لتغيير النتائج والتزوير ورفع النسب وزيادة عدد المقاعد وتوزيعها وغيرها.
حتى بإشراف دولي، لأن المشرفين الدوليين هم بحد ذاتهم متآمرين مع هذه الحكومات، وإلا كيف يرتضون على أنفسهم أن يشاركوا أو يرضوا ببقاء هؤلاء الذين خرج الشعب لطردهم، لإزالتهم، لإسقاط نظامهم، وقاموا بقتل هذا الشعب وسفكوا دماء أكثر من 1000 شهيد من ثورة تشرين، وأكثر من 30,000 جريح موجودين، بينهم أكثر من 5,000 معوق إعاقة دائمة بسبب القمع الذي حصل. ومع هذا يعترف هذا العالم بهؤلاء الفاسدين. إذا من الطبيعي أن يغطي على فسادهم، لأنه هو الذي يريد أن يستمر هؤلاء. معنا السيد أبو بحر من الموصل، تفضل. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك حبيبي الغالي؟ الله يحفظك، الحمد لله. تحياتي لكل قناة الثلوج الموقرة. الرافدين الرأي معود أبو فجأة أبو بحر. الرافدين الموقرة. أنت متأكد مخابر علينا لو غلطان؟ لا لا مو غلطان. حياك الله. تفضل. حبيب الغالي. تفضل يا أبو بحر. أنا من متابعين برامجكم. نتشرف بك. هاي الانتخابات هي مدورة تزوير التزوير التزوير من 2003. نعم. بالنسبة لنا أنا يمكن قلت لك نسبة المشاركة بها كانت 5% من الموصل. نعم. 5% الموصل سواها 43 وراح يسوونها يجوز 100% همين. جابوا طيب. مراقبين دوليين جابوا ما فادوا، جابوا الأمم المتحدة ما فادوا، الاتحاد الأوروبي ما فادوا. العالم ما راحت للانتخابات ما فادوا، جات مين؟ على قلوب العالم جات مين؟ ما يروحون ما يروحون. سيد أبو بحر خلينا نتكلم من وجهة نظر الميليشيات. مع احترام لحضرتك بدون تشابيه مقامك أعلى. الميليشيات تنظر إلى هذه الانتخابات وكل الأحزاب المشاركة في العملية السياسية، يقولون هذه انتخابات نزيهة، عرس انتخابي مثل ما وصفوه، هذا الكلام قبل الانتخابات وأثناء الانتخابات، وقالوا بأن هناك إشراف دولي على هذه الانتخابات سيضمن نزاهتها وعدالتها. طيب لما خلصت وجدت النتائج مو لصالحهم، قالوا تزوير وتلاعب وتحريف بالحقائق وما أدري شنو، والتفاف وانقلاب ومن هالسوالف. طيب شلون ذولا اللي هم أصلاً وضعهم بالعراق مو قانوني، واللي صدعوا رؤوس الناس وقالوا هاي انتخابات نزيهة، يتكلمون عن فسادها وتزويرها؟ هم يعرفونها هاي الانتخابات مو نزيهة، ويعرفون المشرفين على التزوير مالتها، وجايين لما طلعت النتائج ذات ولا بصالح الميليشيات. سووا هاي الشغلة مزورة ما مزورة، دعوا الفارغ الالتحاق، يريد يسوون يهدون السيناريو مال المحافظات اللي قامت عليهم المظاهرة. سيد أبو بحر أشكر حضرتك، أشكر حضرتك، شكرا جزيلا، وصلت الفكرة. كنت معنا من مدينة الموصل، ويانا سيد أبو أحمد من صلاح الدين، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ كلها تزوير بتزوير. نعم. انتخابات تزوير. هذا اللي تتمنى ولا انت شكل ولا صار الكلام وانت فلوس بروك ويبني على الناس. يفتح كاب على اللي سوى مال الابقار مال الابقار ويجمع العالم. هاي مو كلها تزوير لو مو تزوير. تزوير هاي كلها تزوير. نعم. وهم يقولوا 15% ماكو 10 حتى 10% ماكو. اها لعد منين جابوا هاي النسبه؟ يقولون 9 ملايين عراقي شاركوا بالانتخابات، انت مصدق انه اكو 9 ملايين عراقي يلوثون اصبعهم بهذا الحبر؟ ما يعني كل مستوار يجي واحد ينتخب يعني ادخل عليهم بالشاشه. كل اذاعات العالم قالت ما هو بديل يعني بديل لا بديل. نعم. بس هم يقولون احنا وعلى الجره هاي. هذا الموضوع ما يفهم الناس اللي راحت انتخبت، انه يا جماعة حتى هاي الانتخابات اللي انتوا توقعتوا ان هي ممكن تغير شيء ما راح تغير، وكانت باشراف اممي، يعني الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي اجوا يأشرفوا على الانتخابات وهم مزورة. الناس دول اللي ينتخبون شو وقت يفهمون انه التغيير مو بالانتخابات، مو في ظل وجود هؤلاء؟ لا
والله مو بهذا بس استوى الشعب ما بيده شيء. والله الشعب بيده كل شيء. بيده كل شيء. الشعب هم باقي. بيده بيده الشعب بيده كل شيء يا ابو احمد. هو هو الموضوع كله بيد الشعب اصلا. هم اليوم قالوا اقرار ما في عندك اليوم قالوا ثلاث ايام. نعم. انت قالوا بعد شهرين تكمل انت هاي مال الانتخابات. نعم. سيد أبو أحمد أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا. خلونا نشوف مشاهدينا الكرام هو فاصل وأيضا نتابع من خلاله بتقرير انفوغرافيك أسباب فشل هذه الانتخابات والفساد الموجود فيها وغيرها من إحصائيات وأرقام. نتابع. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا تابعتم تغيير الحقائق من قبل مفوضية الانتخابات بين قوسين مستقلة، ووعدوا العراقيين وقالوا بأن هذه انتخابات ستكون نزيهة شفافة عادلة ولا تمت لهذه المعايير وهذه الأوصاف بصلة في ظل هذه الفضائح المستمرة. تأكيدا على هذه الفضائح، طبعا عضو التيار الصدري عصام حسين كشف عن إقصاء 7 مقاعد لصالح تحالف الفتح دون أن يحدد أسماء المستبعدين أو الذين حلوا بدلا عنهم، واصفا ما حدث بالمجزرة. وأكد حسين أنه فيما لو تم تأكيد ما يتم تناوله الآن فإن التيار الصدري سيبقى الكتلة الأكبر في البرلمان المقبل، وأضاف أنه بحسب قانون الانتخابات فإن التيار الصدري هو من سيشكل الحكومة بحسب قوله. معنا اتصال السيد أبو علي من ميسان، تفضل. أبو علي نص صوت التلفزيون لو سمحت. نعم يا أنطاق. أي اسمعني من التليفون تفضل، حياك الله. الله يسعدك أستاذ. الله يسلمك، أهلا وسهلا. الله يسعدك أستاذ. الله يسلمك، حياك. أهلا وياك. أبو علي، أبو علي نص صوت التلفزيون واسمعني من التليفون لو سمحت. الله يسعدك أستاذ. الله يسلمك، حياك. أستاذ بالنسبة لفائزة القائمة فائزة هي مني التيار الصدري لو لا؟ شلون؟ القائمة فائزة مني هي؟ يعني رغم التزوير وكذا، رغم التزوير وهالتلاعب يقولون التيار الصدري هم يقولون. لا مضبوطة 100% بإشراف الأمم المتحدة. تمام أوكي ماشي. من هالتلاعب هذا؟ اوكي هسه التيار الصدري فايز، الميليشيات الباقيه ايش عندهم؟ شو يريدون؟ التلاعب هاي شنو هسه التلاعب هذا؟ تمام، انت شنو رايك بهذا التلاعب؟ والله عن هاي يريد معامله ضد التيار الصدري. اقول لك ابو علي، ابو علي مو ذولا تدري منو دا يتلاعبون؟ ابو علي اللي دا يتلاعبون، اللي دا يتلاعبون المقاومه، ذولا عناصر المقاومه. وياك انا صحيح. اي مو هم مقاومه، شلون يتلاعبون ويزورون؟ احنا لما التيار الصدري هو الفاعل. طيب وان شاء الله يغير الحكومه. طيب شنو رايك بالتهديدات؟ شنو رايك بالتهديدات؟ بالتهديدات و يقول هذا عصام حسين السيد القائد ما تفيده كل تهديدات. ها والشعب كله وياه. طيب انت وياه المهم. عوفك من الشعب، 85% مقاطعين، انت ويا خليك. استاذ اذا 20 تحشيدات ما جيتهم،
التيار السادس هو طايز. تمام. تتوقع نفسها. تتوقع تصير بيناتكم اشتباكات اقول لك ابو علي تتوقع تصير بيناتكم اشتباكات مسلحه بين التيار الصدري والميليشيات لان خاصه ان هم نزلوا بالشارع. لا ان شاء الله ما يصير. ومحمد بس هم يريدون يسووها مسلحه. لا ما يقدرون. ما يقدرون. يلا انا وياك ابو علي الحلفي. نعم انا اشكرك يا سيد ابو علي. طبعا كل العراقيين يتمنون يصير بيناتهم ان شاء الله نزاع مسلح. ابو محمد من بغداد موجود؟ فقدنا الاتصال. طيب اذا مشاهدينا الكرام نسبه المقاطعه بحسب المراقبين المحايدين هي اكثر من 85%. وطبعا تصريح الامم المتحده البعثة الممثلة الأمم المتحدة في العراق بقولها بأن نسبة المشاركة مخيبة للآمال، ووكالة رويترز أكدت على أن هذه النسبة الذين شاركوا في الانتخابات هي أقل نسبة مشاركة في الانتخابات في العراق من عام 2003 لغاية اليوم. هذا وكالة رويترز الأمريكية. تأكيدات دولية إذن بأن هناك فضيحة بمقاطعة العراقيين لهذه الانتخابات وفضحهم لحقيقة القاعدة الجماهيرية التي يتحدث عنها هؤلاء الذين يحكمون العراق أو الذين شاركوا في الانتخابات من أحزاب وكتل ميليشيات وغيرها من هذه الأحزاب الفاسدة والشخصيات. وأن ما حصل أكبر دليل أن العراقيين انتصروا على هذه الشخصيات بمقاطعتهم وإثباتهم أن هذه الانتخابات مرفوضة وأن هؤلاء مرفوضون تماماً. وهم طبعا كالعادة يزورون لأن هناك إرادة دولية ترغب باستمرارهم بالبقاء وهذا الذي يبقيهم داخل العراق، لكن غير ذلك فلا شيء يبقيهم سوى التزوير وسوى الإرادة الدولية التي تحافظ عليهم حتى آخر لحظة. وحقيقة يعني هي علامة استفهام كبيرة وهو سؤال يطرح داخليا وخارجيا. هذا المجتمع الدولي الذي يحمل شعارات حقوق الإنسان ودعم المستضعفين والمناشدين به والذين يريدون من هذا المجتمع إنقاذهم والذين يتحدثون أيضا عن أنهم يدعمون الأنظمة الديمقراطية ويرفضون القمع ويرفضون الإرهاب، أين هم من العراق والعراقيين؟ أين هم من الشعب الذي خرج قدم دماء في سبيل الخلاص من هؤلاء؟ أين هم من هذا التزوير الذي بإشرافهم كان هناك تزوير وكان هناك تلاعب بالنتائج؟ فيما تبقى لدينا من وقت مشاهدينا الكرام نقرأ لحضراتكم بعض الرسائل. أحد المشاركين يقول: والله أنا ما أعرف ليش العراقيين يضحكون على نفسهم ويقولون نروح ننتخب، إحنا ما عدنا انتخابات، هسه نوري وهادي وحكيم وبالحزب الإسلامي ومقتدى وكل من هب ودب، ويجي قاآني على رأسهم ويفضون القضية بقعدة أمريكية إيرانية وتنتهي القصة. الحاجة من بغداد تقول: السلام عليكم، هل الانتخابات بدون فائدة؟ تضيع وقت لا أكثر، هم المجرمين نفسهم مرشحين واللي انتخب ما عنده عقل، لأن نفس الوجوه كالعادة كل شيء ما يتغير الوضع للأسوأ، وإن أكو شخص صالح فما يبقى لأن المجرمين ما يسمحوا له. وهذا الكلام طبعا قلناه كثيرا. سلامي للجميع الجميع الكادر والمحمد وربي يرضى على القناة الوطنية. شكرا جزيلا لك أيتها الحاجة من بغداد. وبهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.